لأول مرة مناطق في أرض العرب تنزل عليها الثلوج بغزارة غير مسبوقة. أمطار غزيرة تنزل في مناطق هي الأكثر جفافاً في العالم مثل الربع الخالي وتشكل بحيرات. ظاهرة البرد المعقدة والتي تحتاج لظروف معقدة جداً نجدها تتحقق في مناطق في المملكة العربية السعودية. وجبال مكة تتحول للون الأخضر وتكتسي بالمروج والغابات. اليوم سنتأمل حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي بشر بعودة أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت قبل آلاف السنين. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، لم يكن أحد يتصور قبل رؤيتنا لهذه المشاهد أن الجزيرة العربية وفيها مناطق هي الأكثر جفافا على مستوى العالم أن تتشكل فيها بحيرات في منطقة الربع الخالي، أن نرى فيها الثلوج ونرى الإبل وهي ترعى وسط هذه الثلوج. سبحان الله، مناطق كانت جافة بدأت اليوم تمتلئ بالمروج، تمتلئ بالأزهار، ونرى أيضا كيف أن هذه المنطقة تتحول للون الأخضر تدريجيا. يقول الخبراء، خبراء الطقس، عام 2024 هو العام الأكثر مطرا خلال 40 سنة الماضية. حتى ظاهرة حبات البرد التي تحتاج لظروف معقدة جدا، تحتاج لدرجات حرارة منخفضة جدا، لا تتحقق إلا في أماكن بعيدة عن الجزيرة العربية. على الرغم من ذلك بدأنا نرى حبات البرد تتساقط بغزارة في مناطق متفرقة من أرض العرب، وهذا الاسم أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام على الجزيرة العربية، سماها أرض العرب. الحقيقة الثلوج تغطي مساحات شاسعة من هذه الأرض التي هي عبارة عن صحراء بالنتيجة. فحتى إنك تتخيل نفسك أنك في منطقة مثل سيبيريا أو غرب كندا أو مناطق متجمدة، مع العلم أن هذه الصحراء درجة الحرارة تكون في فصل الصيف أكثر من 50 درجة مئوية، ولكننا نراها اليوم عبارة عن جليد، عن ثلوج، عن أماكن فيها برد، أماكن تتشكل فيها البحيرات، وأماكن تتحول للون الأخضر تدريجيا. ما سر هذه الظاهرة أيها الأحبة؟ الحقيقة العلماء درسوا هذه الظاهرة، ووكالة ناسا أرسلت قمرا صناعيا خاصا للمملكة العربية السعودية وعمان والمنطقة بشكل عام، منطقة أرض العرب أو شبه جزيرة العرب. وجدوا أن هناك أنهارا مدفونة تحت الرمال. وجدوا من خلال دراسة هذه المنطقة بالأقمار الاصطناعية أنه قبل 5000 سنة فقط كان هناك نهران كبيران يمتد كل واحد منهما لأكثر من 1000 كيلومتر ويغذيان الغابات. كثير من الوحوش كانت تعيش هناك في نفس المنطقة. عثر على آثار لفيلة ولحيوانات كثيرة جدا اليوم تعيش في غابات أفريقيا مثلا أو البرازيل، كانت تعيش في أرض العرب أو الجزيرة العربية. ولكن منذ 5000 سنة بدأت هناك تغيرات تحدث في الطقس، في المناخ، لأن هناك دورة مناخ صارمة تحدث باستمرار في هذه الأرض، وبدأ الجفاف يضرب هذه المنطقة. وعندما بعث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام في القرن السابع الميلادي، يعني قبل بحدود 1400 سنة، كانت هذه المنطقة جافة جدا، الأمطار قليلة جدا، لا وجود لغابات، لا وجود لأنهار. كما نعلم مكة ليس فيها أنهار،
المدينة كذلك، كل ما حولك يوحي بأن هذه المنطقة عبارة عن صحراء منذ الأزل كانت هكذا، هكذا كان يتصور العرب في عصر الجاهلية. ولكن حبيبكم عليه الصلاة والسلام عندما جاء رحمة للعالمين، بعثه الله رحمة للعالمين، أخبرنا عن أشياء ستحدث في المستقبل لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها إلا أن يكون رسولا من عند الله. أخبرنا أن هذه الصحراء القاحلة ستتحول ذات يوم إلى جنة خضراء، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ودقق معي هنا أخي الحبيب على كلمة تعود، حتى تعود، لم يقل تتحول. لو قال حتى تتحول إذن هي كانت صحراء دائما وتحولت إلى اللون الأخضر والمروج والأنهار، أما كلمة تعود يعني كانت هكذا وستعود كما كانت عليه، حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. أحد الباحثين الذين درس رمال الجزيرة العربية وتبين له وجود الكثير من بقايا الحيوانات وبقايا الأسماك، هناك أنهار ضخمة كانت تخترق الجزيرة العربية، يقول إن المناخ أو إن البيئة في الجزيرة العربية قبل 10,000 سنة كانت تشبه بيئة أوروبا اليوم، مليئة بالأنهار، بالغابات، بمناطق ممتلئة بالسافانا، هناك حيوانات، تشكيلة كبيرة من الحيوانات كانت تعيش والطيور. فأدى ارتفاع درجة الحرارة وتغير الطقس عبر 1000 سنين إلى اختفاء هذه الظواهر ودفنت تحت الرمال. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطينا إشارة تدل أولا على صدقه صلى الله عليه وسلم، يخاطب بها كل ملحد، كل مشكك، كل من ينكر البعث، كل من ينكر الساعة. فقال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني، هذا الحديث العظيم أيها الأحبة حديث علمي بامتياز، حديث إذا اليوم سألنا أي عالم جيولوجي ما رأيك بهذا الحديث يقول إنه يتفق 100% مع هذا الكلام. طب من أين جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هناك قدرة أو قوة يستطيع بواسطتها أن يتنبأ الإنسان في القرن 7 الميلادي أن أرض العرب ستعود مروجا وأنهارا كما كانت. لذلك هذا الحديث أيضا يؤكد أهمية السنة النبوية التي يحاول البعض أن ينكرها أو يلغي دورها، يؤكد أنه علينا أن نهتم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثالث، كأن النبي يريد أن يقول لك إذا رأيت هذه المشاهد من ثلوج، من أمطار، من غابات بدأت تتشكل، أشجار بدأت تنمو، نباتات، زهور، كلها بدأت الآن تغير شكل أرض العرب، إذا رأيت هذا الأمر فاعلم أن الساعة أصبحت قريبة، لأنه ربط بين عودة أرض العرب مروجا وأنهارا وبين اقتراب الساعة. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. بالفعل اليوم العلماء أخي الحبيب كلهم يؤكدون على أن الجفاف سيضرب أوروبا قريبا خلال السنوات القادمة، ونحن رأينا ما يسمى بحجارة الجوع في جفاف أحد الأنهار وظهور حجارة يعني تدل على الجوع، تدل على الجفاف، لأن الناس قديما كانوا يربطون بين انخفاض مستوى الأنهار وبين الجوع. إذا انخفض مستوى النهر كثيرا فإن الزراعة تقل، الثمار تقل، وبالتالي يظهر الجوع. رأينا مناطق في أوروبا جفت بشكل كامل، رأينا في فصل الصيف ترتفع درجة الحرارة كثيرا جدا، درجات غير مسبوقة من قبل. نسبة الأمطار أيضا تقل. مع العلم
أننا في أرض العرب أو في الجزيرة العربية بخاصة المملكة العربية السعودية وعمان والدول هذه رأينا زيادة كبيرة في كمية الأمطار. 2023 و24 أكثر عامين نزل فيهما أمطار على مدى 40 سنة، تصور يعني. يقول الخبراء في المستقبل في السنوات القليلة القادمة ستزداد كمية الأمطار وستزداد المساحات الخضراء وستزداد هذه البحيرات الصغيرة التي تتشكل اليوم في الربع الخالي لتتحول بعد زمن الله يعلمه ولكن ليس بالكبير تتحول إلى أنهار. لذلك إذا تحقق هذا الأمر تكون هذه المشاهد التي سنراها في المستقبل تصديقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. انظر معي إلى دقة الكلام النبوي الشريف. لذلك أيها الأحبة، بما أن الساعة أصبحت قريبة لابد أن نعود إلى الله، لابد أن نرجع إلى الله أحبتي في الله، لابد أن يعني نعود للإسلام الصحيح، نعود لعمل الخير، نعود لنسارع للخيرات كما كان كل أنبياء الله عليهم السلام. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وأن نرى أرض العرب قريبا جدا مروجا وأنهارا كما بشر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.